اضحك يا زلمه، واحد بيعطيك بودكاست. احنا تسفين تسفين. طيب افتح الكيس. تعال بيتك. جيب انت احمد يجيب الكتب. يلا. من جد. حط على كلام بس مش هتفهم. ضمن الجهود التي تقوم بها جمعية المركز الإسلامي وعبر دائرة الرعاية الاجتماعية في الوصول للجهات والفئات المستفيدة من الفقراء والأيتام على مستوى الوطن، قامت دائرة الرعاية بتنظيم حملة تحت مسمى حملة الخير لإغاثة هذه الفئات المحتاجة. ابتدأت من الشمال ونستهدف فيها وصولا إلى الجنوب، وخلال هذه الحملة تم تغطية 6 مناطق من المراكز الجديدة التي وصلت الآن إلى عدد 65 مركز اجتماعي منتشرة في جميع أنحاء المملكة. هذه الحملة متواصلة وهي تواصل وامتداد للحملة التي تقوم بها جمعية المركز الإسلامي خلال العام من خلال تقديم المساعدات المختلفة في المواسم المختلفة في رمضان وفي الأضاحي ومع بداية العام الدراسي وحملة الشتاء وكسوة الشتاء أيضا ومساعدة اللاجئين السوريين.